مع اقتراب موعد الانتخابات التركية، أنصار أردوغان يهددون مسؤولا في الحزب الحاكم دعا لتحريم النوم والزوجات والأولاد. مؤيد آخر لأردوغان هدد بحمل السلاح والنزول إلى الشارع حال خسر أردوغان الانتخابات الرئاسية، واعتبره القادر على إنقاذ تركيا وتقدمها. تهديدات تكشف قلق أنصار أردوغان من عدم فوزه، وأثارت موجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي من الإرهاب الذي يمارسه أنصار الرئيس التركي رغم تردي الاقتصاد التركي وانهيار الليرة أمام الدولار وغيرها من أزمات تحاصر أردوغان، ومنها ملف حقوق الإنسان والتنكيل بالأكراد وعملية عفرين وسجن وإيقاف مئات الآلاف بتهمة المشاركة في الانقلاب المزعوم. فهل تنجح تهديدات أنصار أردوغان في حسم فوزه؟